السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك، الله يسترك، الله يسهل عليك، الله يفرح قلبك، والله يبشرك بالخير، الله يرزقك رزقا حلالا مباركا فيه، الله يقوي إيمانك، والله يرفع درجتك، الله يشرح صدرك، الله يكبر بيك، الله يحضر لك البركة فيما حطيت يديك، الله يجعلك محبوبا ومباركا أينما كنت، الله يفرجها عليك، الله يفتح عليك باب الخير، الله يرزقك الصحة والسلامة والهنا وراحة البال، الله يرزقك الذرية الصالحة، الله يفيض عليك الخير، الهلا يمحنك، الله ينجيك من شر النفاثات في العقد، ومن شر الحاسد إذا حسد، الله ينصرك على من عاداك، الله ينجيك من الآفات ومن الوباء، الله يخليك ديما سالم غانم، الله يجعلك في عينك صغير وفي عين الناس كبير، الله يغنيك من فضله. الله يبارك لك في العمل ديالك، الله يبارك لك في الوليدات، الله يصلحهم ويصلح لك الذرية ديالك، الله يبارك لك في الوالدين، الله يمتعك برضاهم، الله يبعد عليك البلا والباس، الله ينورك، الله يبيض وجهك، الله يحلي كلامك، الله يعلي مقامك، الله يرزقك السكينة والسكن، الله يعمر دارك بالفرح والسعادة، الله يثبت قلبك على طاعة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يجعل الخاتمة أجمل من البداية، الله يثبتك بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. آمين 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 يا رب العالمين. ولا ينبغي أن يقف دورك أيها المتابع على المشاهدة، ما بغيناكش تفرج فقط في البث المباشر ولا في المقاطع، بغيناك تأخذ معنا الأجر ديال نشر هذا الخير. ينبغي أن تبلغ لغيرك يعني ما وصلك من خير. والقاعدة في مواقع التواصل الاجتماعي، القاعدة إلا وصلتك شي حاجة ديال الخير حاول ما توقفش عندك، يعني أي واحد عندك في الهاتف ولا أي واحد من الأصدقاء ديالك اللي عندك في القناة ولا في الصفحة ديالك، حاول توصل ليه الرابط ديال الدرس ولا الرابط ديال القناة، لعل الكلمة التي تنفعه لم تصل بعد، ولعل الله تبارك وتعالى أن يكتب له الهداية على يديك. واحد عدد ديال الناس سبب الإقلاع ديالهم على الذنوب والمعاصي مقطع قصير مؤثر أو محاضرة أو حديث أو بطاقة دعوية. ما تحيدش الخير من حتى شي واحد، ماشي تقول فلان هذا كاع ما كيصلي بلا ما نصيفط ليه هذا الشيء، فلان كيشرب الشراب كاع ما عنده غادي، لا يكون عاصي، يكون تيدير الكبائر، يكون كيما بغا يكون. انت ما تحكمش على الشخص،